نبارك لقناة الرافدين ذكرى تأسيسها، نبارك لهذا المنبر العراقي الشجاع صاحب الكلمة الصادقة المتفاني في خدمة العراقيين وقضاياهم جميع العراقيين. وكذلك هنا لا يسعنا إلا أن نبارك للفريق العامل بهذه القناة المجاهدة وللقائمين عليها ولكل من يسعى لبقائها ودعمها وإدامتها صوتا حرا أصيلا في وجه الهجمة العاتية التي أصابت العراق وأهله.